من هو ملحن أغنية الوقعة الأخيرة؟ غناها حمزة نمرة، كلمات محمد شفعي، توزيع كريم عبد الوهاب. مين اللي لحنها؟ رحمة. عزيز شفعي. إجابة خاطئة. أيمن بهجت قمر. أيمن بهجت قمر بيلحن عمر سامي. طبعا إجابة إيه؟ تكرك. لا، إجابة قنبلة. ده سؤال بقى خبيث. حمزة صح، إجابة جامدة. بصوا، ده اللي بيسموه طبعا السهل الممتنع. الإجابة موجودة في السؤال.